نسوغو نوفو فيديو دو لالا نوادي. اليوم جيت لكم بميك اب روتين ديالي سامبل سهل ماهل. واليوم نبداو بكيكو برايمر. زوين زوين بزاف هاد البرايمر. كان عمر وجهي وكان ندير كلشي حتى عنقي كما شفتو، وكان شوف واش ناخذ اليوم شانيل ولا فيتمي بوبو ميكس. بجوجهم زوينين بزاف. و هنا كان شيكي مزيان هاد فون دو تان ديال شانيل. و كان بلاندي مع هذاك البانسون ديال ريل تكنيكس، تا هو كيدير مزيان. تا الا بغيتي ديري ب هذاك سبونج اللي كيعملو. او كناخذ هذاك كونسيلر ديالي ديال فتمي، كندير مثلث على شكل مثلث تحت عينيا وفوق النيفي وفوق الجبهة ديالي و تما ماعرفتش شنو سميتو و تما تاعدا ماعرفتش. الا درتو هادوك جوج بلايص كيبان هادوك حنيكة ديالك مصايبين مزيان مزيان مزيان. او هنا خاصنا نبلانديو مزيان. وي خاصنا استامبيو مزيان 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 باش ما يبانوش هادوك الخطوطي. هنا كندير الحجباني بايبرو فلا ديال نيكس ولان، وكنمشطو ديما ديما باش ما يبانوش عاوتاني ديك خطوطي. ومن ورا كندير هذاك ايبرو جيل. هذا هو الايميتاسيون ديال اناستازيا بافالي هيلز. تا هو زوين زوين، انا صراحه ما جربتش الاخر. وهذا كندير ولا درت ايلاينر ديالي، ما نقدرش ندير قدام الكاميرا نهائيا وير. وهذا هو وان اند اونلي هذاك ماسكارا ديالي، زوين 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 هاد لاريسيل، والله الا كننصحكم به سي بارفي. وهذا هو الليب بنسل ديالي، كنرسم فمي كلها كان استامبيو. وكندير هاد الكولور ديال هاد ال اي جديد داك ليميتد اديشن، زوينه بزاف. وصافي هذا هو الميك اب ديالي. ويا البنات صافي الفيديو كملات، وان شاء الله نتوما عجبكم هذا الفيديو. الى عجبكم عطوني واحد ثامس اب، وقولوا لي في لي كومونتير اشنو ضروري نتوما كديروا في ميك اب سامبل ديالكم. وان شاء الله حتى المره اخرى للزويناتي.